تهديه شويه. طب انا عشان اسكت اصلا مش هسكت. اوكي بس يعني شويه لو اتحمرت هغني. هتحمر انا هحمر اعتبريها اتحمرت. انا شايفها متحمره. غني غني خد بالك. ده انا كمان يعني بمناسبه الغنى والطبخ ده انت عارفه يعني المسابقه الجديده بتاعت التست دي ده فيها مهارات اكتر من الطبخ كتير جدا. انا عايزه هتلاقي موضوع مختلف تماما يعني النهارده في حلقه بالليل الساعه 10 ان شاء الله هيبان جزء. الاسبوع الجاي هيبقى الموضوع بقى يبان كل واحد فينا ياخد المشتركين وتشوف بقى اللي بيلعب يوجا واللي بيغني وهو بيطبخ. هو بيطبخ كل ده بيعمله في وقت واحد. اقسم بالله في وخدي بالك شخصيتي كده معاكي بتاعت علاء دي مش هناك. ده هناك في شخصيه رخمه خالص فاللي هو انا كده سلس فبقول لك غني بالذوق غني كده. لكن الناحيه الثانيه بقول له هتغني لا ايه ما هسقطك. فالثانيه عيني يخاف مني عشان ما يعرفنيش كويس فيقول لك الواد ده رخم قوي. وبعدين يعني قصه ان انا حكم وبتاع وما يعجبنيش العجب والتركيبه دي هناك طبعا حاجه وهنا لا هي طبيعتي. لكن هناك شخصيه مختلفه شويه بس بيسمعوا الكلام برده. فغني عشان انت عايز نغني ايه؟ غني حاجه بالسعودي اللي بتغنيه اللي قلب الدنيا عندكم في البيت بسببك مولانا. غني. طيب اقول لك الاماكن. الاماكن اماكن ايه؟ الاماكن كلها محمد عبده. الاماكن كلها محمد عبده. معلش بسببك متابع شويه. اوكي ماشي يلا. الاماكن كلها الاماكن كلها مشتاقه لك والعيون اللي ارتسم فيها خيالك والحنين اللي صار بروحي وجالك ما هو بس أنا حبيبي الأماكن كلها مشتاقة لك. الله بس كده؟ أكمل؟ أكملي أنا رايح حاجة أنا هشغل بالعنك أهو بس كملي يلا. حط هنا صوص طماطم بعد كده حط الفراخ. كملي معايا ولا مش مركز معايا؟ أوكي يلا. كنت أظن وخاب ظني وما بقى بالعمر شي وحدة غيرك. كنت أظن الريح جابك عطرك يسلم علي كنت أظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي. الأماكن اللي مريت انت فيها عايشة بروحي وبيها بس لكن ما لقيتك جيت قبل العطر يبرد قبل حتى يدوب في صمت الكلام واحتريتك بس خلاص تمام حلو يا جميل يعني